سندوتشات مخبوزة في الفرن. العجينة 3 كوبايات وربع من الدقيق، 2 معلقة صغيرة من الخميرة، 2 كبار من السكر، 4 معالق كبار من الزيت، رشة من الملح، مية دافية للعجن. الحشوة ربع دجاجة مسلوقة أو مشوية، بطاطس، بصلة، فلفل رومي، 2 معلقة صغيرة من الكركم، كمون، ملح، فلفل، وهنستخدم في الآخر بيضة ومعلقة كبيرة من الخل ومعلقتين كبار من اللبن وشوية حبة البركة. لغاية بقى ما الطاسة بتاعتنا تسخن، خلاص انا حاسه كده ان هي تمام، يعني بدات ان هي تسخن شويه، هنحط نقطه كده من الزيت خلاص، ونستنى بس الزيت يسخن شويه. عجينه بسيطه جدا جدا، عجينه بدائيه، دقيق وخميره وسكر وملح، وهنعجنها بميه ما فيهاش اي حاجه. هنزل بالدقيق، الميه معلش انا مش بحب ان انا اقول مقدار ليها، ليه؟ لان كل نوع دقيق بيكون مختلف عن النوع التاني. حطيت كده الدقيق والخميره والسكر، خلاص هنحط ايه تاني؟ هحط 3 معالق كبار من الزيت كده بس كفايه. وايه تاني يا جماعه؟ ايه تاني؟ لا انا خلي، خلاص انا حطيت 4 معالق من الزيت مش 3. خلاص هدي بس كده خلطه، رشه الملح، رشه الملح، ده هنسى رشه الملح. خلاص انا خلطت الكلام ده مع بعض، واحده واحده هنزل بالميه بصوره تدريجيه لغايه ما تتكون معايا عجينه. يلا بينا. بسم الله. طيب انا فضلت ان انا اضيف ميه تدريجي كده لغايه ما حسيت خلاص ان العجينه بدات ان هي تتكون معايا، هشغل العجان تتعجن كده دقيقتين كده، وتعالوا بقى بينا نشوف هنعمل ايه في الحشوه بتاعتنا. سخنت الطاسه بتاعتي خلاص، هنزل بالفراخ، سوري هنزل بالفلفل الاول اهو، وايه تاني؟ والبصل، يعني يا ريت البصل يكون متقطع اصغر من كده شويه. خلاص وهحط بقى ايه التوابل كده جنبي، اجيب بس معلقه ليه. انا محتاجه البصل كان يكون اصغر من كده شويه، علشان اي عجينه هنحشيها بخضار لازم البصل يبقى اصغر من كده. ليه؟ لان اللي هيحصل ان لما اجي احشي العجينه، العجينه ممكن تتقطع مني وهو الخضار كبير كده. خلاص يا جماعه تمام. طيب بصوا شايفين خلاص كده العجينه اتلمت معايا متماسكه، وفي نفس الوقت طريه بتلزق سنه في الايد، لكن هي ماسكه نفسها. خلاص انا طبعا مجهزه عشان الوقت بتاعنا، مجهزه عجينه ونفس المقادير بالظبط ومختمره معايا وكل حاجه. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، رشه كده وشويه كركم والبطاطس والفراخ. انا عايزه اقول لكم البطاطس بتدي طعم تحفه للحشوه، تحفه. خلاص يعني انتوا اصلا ممكن تعملوا الحشوه دي من غير فراخ خالص على فكره. احنا برضو ايه كنا محتاجين ان احنا نقطع الفراخ اصغر من كده شويه يا جماعه، علشان حشوه المعجنات ما ينفعش ابدا تبقى بالحجم ده. نجيب بقى بسم الله العجينه دي، نفس المكونات ونفس المقادير بالظبط اهي، هي مختمره معانا شايفين اهي،
زي الفل. بس انا بحب ان انا دايما اشوف ملمسها بايدي كده، علشان العجينه هتحسي بالعجينه بايديكي. عايزه تشتغلي بايدك براحتك، بجلافز براحتك. انا وانا بشتغل في المعجنات بحب جدا ان انا اشتغل بايدي، مش بحب اشتغل بجلافز خالص خالص خالص. طول ما انت شغاله فيها لازم هتحسيها بايديكي. طيب نجيب بقى ايه، شويه دقيق كده. مفيش شويه دقيق كده يا جماعه معانا؟ تمام زي الفل. طيب نجيب بقى ايه الدقيق كده خلاص، وهبدا ان انا فين سكينتنا، هبدا ان انا اقطعها حتت كده خلاص. طيب معلش خلوني كده ابص بص على، خلاص انا مش عايزه اكتر من كده. نشيلها بقى من على النار، بس انا محتاجه ان هي تهدى شويه. تمام، قبل بس ما نبدا كده ممكن ننزل العجان ايه تحت شويه. رايح فين؟ ما صدقت ولا ايه؟ استنى بس. ايه يا ابني رايح فين؟ ده انا بريحك. طيب بعد بقى ما قطعت العجينه، طبعا الخطوات دي احنا هنعملها مع باقي العجينه. انا هشكلها كده على شكل كرات خلاص، اهو 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 كده. بالشكل ده لا، محتاجه كده حته تاني علشان يبقى كلهم قد بعض. هعمل ايه بقى؟ ما نبالغش قوي يا جماعه في الدقيق واحنا شغالين لو سمحتوا، علشان العجينه ما تنشفش معانا. طيب نجيب بقى النشابه بتاعتنا عن حجم السندوتشات براحتكم، زي ما انتوا عايزين، عايزينه كبير عايزينه صغير زي ما انتوا حابين، براحتكم خالص. شايفين يعني انا حاسه ان هي سنه بتلزق كده، احط رشه بسيطه مش هحط كتير، لان انا عايزاها هي برده تفضل لازقه معايا كده. الله برده انت رخمه قوي. مش هحط دقيق برده، يعني خلي عندك صبر شويه علشان ما تنشفش معاكي. كل ما العجينه تبقى طريه وبتلزق شويه وفي نفس الوقت لا انت عارفه تشتغلي فيها، ده هيبقى حلو قوي. انا معلش هضطر ان انا احشيها بالعجينه وهي سخنه، لكن حضرتك في البيت مش هتعملي كده، مش هتعملي كده، لازم تسيبيها تبرد. ليه؟ هتلاقي العجينه ممكن تتقطع معاكي. خلاص اهو مش نقفلها كويس بقى كده 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 كده. مهم قوي قوي انك تقفلي العجينه علشان ما تفتحش معاكي وانت وهي بتختمر اهي. شايفين؟ طيب فين بقى الصاج بتاعنا؟ صاج وعليه ورق زبده. حضرتك شاكه في ورق الزبده ادهنيه، مفيش منه اي مشكله خالص، علشان انتوا دايما بتشتكوا من الحوار ده. ورق الزبده بيلزق؟ اه بيلزق، في ورق زبده على فكره بيلزق عادي جدا جدا. خلاص نفشت كده، تعالوا نعمل مع بعض كده واحده تاني. شايفين الحشوه اللي احنا عملناها، كميه البطاطس اللي احنا عملناها مع الفراخ كترت لي معايا الكميه، وفي نفس الوقت هتدي طعم تحفه. رشه بسيطه خالص اهو. تمام، مهم يا جماعه العجينه تتقفل خلاص علشان ما تفتحش معانا اثناء التخمير، وممكن كمان ان هي تتفتح معانا على فكره في الفرن، لان هي حجمها هيتضاعف مرتين، مره واحنا بنخمرها والمره الثانيه وهي في الفرن. خلاص اهو لازم لازم تتقفل كويس جدا جدا جدا. سكينه حاميه، وهبدا ان انا اعمل خطوط بعد التخمير. يعني حضرتك هتشكليها وتختمر معاكي، حضرتك تشكليها وتعملي، سوري انا اسفه، تشكليها وتعملي الخطوط دي وبعد كده تسيبيها تخمر خلاص. وهندهنها بقى، مش عايزين ننسى ان احنا هندهنها بدهنه من البيضه واللبن.
تطلع معانا هشه جدا جدا. على كده نفتح واحده اهي، يا سلام اهو كترنا الكميه اهو، كميه الحشو بقت معانا حلوه.